السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي. إن شاء الله نبدأ معكم النهاردة حل المول والحجم. المول والحجم، المرة اللي فاتت كان المول وعدد إيه أفوجادرو. النهاردة نبدأ إن شاء الله صفحة 101 ابتداء من المسألة رقم 20 عشان نحل إيه 3 4 5 مسائل كده فيهم أفكار حلوة ويكون حل كويس إن شاء الله. بيقول لي الغاز الذي يكون حجم 0.6 جرام منه 80 ملي ستاندرد، يعني ايه الظروف القياسية تكون كتلته المولية زي ما عملنا المرة اللي فاتت. قاعدة عامة كده، هنا مول، هنا واحد مول، هنا كتلة مولية، كان في عدد افوجادرو المرة اللي فاتت، لا هنا ايه الحجم. يعني ايه الحجم؟ يعني هكتب مكان ده 22.4 من 10. كان عدد افوجادرو كنت بكتب ايه؟ زي 6.2، خلاص يعني 6.2 × 100 × 10^23. طيب بيقول لي هنا الغاز الذي يكون حجم 6 أو 6 من 10، طبعا هنا طالب مني كتلته المولية. ركزوا كده معايا، حجم 6 من 10 منه كاتب لي 80 مل، يبقى هنا هو كاتب لي 80 ملي، يعني هقسم على 1000. ليه يا أستاذ على 1000؟ لأن احنا شغالين باللتر. طيب الكتلة المولية دي اللي عاوزها، يعني دي علامة استفهام كده. خلاص هنا الكتلة عطاها لي كام؟ 6 من 10، 6 من 10 جرام، 6 من 10 ايه جرام. نركز بقى كده عملية المقص او ضرب تبادلي، يبقى الوقت هنا هوت الكتلة المولية، كتلة المولية اللي هو طالبها المفروض مطلوبة مضروبة في ايه، اختصروا بقى 0 مع 0، يبقى ايه تحت هنا ايه 0.08، يعني 8 من 100. طيب هنا هنضرب اف ايه، هنضرب 0.6، 6 من 10 في 22، 0.4. معلش الانجليش يعني معلق معايا شوية، ما يجراش حاجة، مش حاجة يعني كده، لكن برضو نحاول بقدر الامكان نركز احنا بنشتغل ازاي وبنعمل ايه. نبص كده برضو مع بعض في بالآلة الحاسبة نحسبها عشان برضو عايزين ندرب نفسنا على كل حاجة. عندي 0.6 في 22.4، خلاص إيه خلاص دي الضرب اللي احنا عملناه دلوقتي، هنقسم على ايه 0.08 تساوي، نشوف الناتج 168 168، عشان ندرب نفسنا عشان برضو ما نقولش ايه بنطلع نتائج كده وخلاص. يبقى دي الاجابة عندي هتبقى كام؟ رقم سي، رقم سي، خلاص اهي، يبقى 20 هتبقى سي، يعني طلع كام يا مستر؟ 168. 168 168. طبعا حكاية التمييز مش موضوعنا الوقت لان احنا بنشتغل ايه اختيار. خلاص دي رقم ايه 20. رقم 2، رقم 21، 21 رقم 21 برضو الكلام اللي احنا كاتبينه هنا، الحجم كتلة مولية، هنا ايه واحد مول. نقرأ المسألة كده، طبعا هنا هنثبت دي 22.4 من 10 عشان الوقت بس، وهنا واحد مول زي ما احنا بنحسب. نبص هنا كده بيقول لي ايه، بيقول لي ما كتلة 25 من 100، يبقى هكتب هنا 0.25 لتر من الغاز كتلته المولية، عطيني الكتلة المولية 62.7 من 10، 62.7 من 10 جرام، وعاوز الكتلة بقى المرة دي، كان هنا محتاج لإيه الكتلة المولية، لا أعطيني هنا الكتلة المولية ومحتاج إيه الكتلة، يبقى هنا هو علامة استفهام وأقول الكتلة، يبقى الكتلة هو اللي عاوز. يلا نحسب مع بعض الكتلة، كتلة هتساوي، ركزوا معاي، كتلة مضروبة في إيه؟ في 22.4 من 10. طيب هنا 0.25 مضروبة في إيه يا جماعة؟ 6.207. يلا بالآلة الحاسبة وبسرعة عشان الوقت، ها يبقى الوقت هنا هو 6.20.7 مضروبة في 0.25 على
22 و4 من 10. 22 خلاص و4 من 10 تساوي طلعت كام؟ 0.699. يعني الإجابة هتكون عندي إيه؟ هتكون عندي حرف إيه. خلاص يبقى الإجابة عندي هنا طلعت إيه؟ الإجابة حرف إيه، وطلعت بتساوي كام؟ 0.69 جرام. خلاص يبقى ديت المسألة رقم كام؟ 21. نيجي للمسألة 22. المسألة 22 نفكر فيها كده بالراحة. اتنين وعشرين بيقول لي ما حجم، طبعا للعلاقة اعطيني معادلة. خلاص المعادلة دي هكتب فيها بسرعة كده المول برضو، ها وعندي كتلة مولية ومين والحجم. خلاص طيب هنا هو بقى هعمل معادلة الاول اللي هو كاتبها لي، نكتبها الاول. يبقى اعطيني 2 ان او سهم. خلاص المعادلة بكتبها بالنص ايه؟ وفرة من الاكسجين دايما بنشطب كلمة الوفرة دي. خلاص يبقى 2 ان او 2. عاوزين نعمل ايه بقى؟ نحل المسألة على طول. ده رقم 22 اهي. طيب هنقول 2 مول من ان او بتديني 2 مول، ها منين؟ من ان او 2. كلام جميل. طيب يعني هشيل المول هنا واحط 2 في ناحية الغاز 22 ايه واربعة من عشر اللي هو الحجم. خلاص هنا هو 2 في 22 واربعة ايه من عشر. طب انا عملت ليه كده؟ لان بيقول لي ما حجم غاز ان او 2 الناتج من تفاعل 20 ملي من غاز الايه ان او. يعني هنا هو 20 ملي يعني 20 على 1000، لان احنا بنشتغل بايه؟ باللتر زي ما اتفقنا. يعني هنا 2 ايه من 100. خلاص يعني الحتة دي هشيلها واحط ايه؟ 0.02. خلاص عشان تبقى باللتر. تمام. يبقى عايز حجم مين؟ مع حجم غاز ان او 2 يبقى ان هو اكس لتر، يعني الحجم ايه باللتر هنا. خلاص يبقى في الحالة دي هنقول حاصل الضرب مع بعض، يبقى ان هو حجم، هقول له حجم غاز حجم ان او 2 ها هتساوي دي مضروبة في ايه؟ طبعا دي هتشال مع عادي بس نحسبها برضو مش مشكلة. حجم اكس لتر ها مضروب في ايه؟ 2 في 22، مش هضربها طبعا لانها هتختصر مع اللي فوق. 2 في 22 واربعة ايه من عشرة، يعني ده هتفضل لي 0.02 بس. كنسل دي مع عادي، يعني الحجم بديني كام؟ 0.02 خلاص بس لتر. يا ترى في الاختيار لتر؟ لا، عطاها لي ملي لتر. يبقى انا هنا لو ضربت 2، ركزوا معايا، هنا هوت 2 على 100 اللي هي 2 من 100، لو ضربتها في 1000 عشان احولها اللتر تاني هكنسل 2 0 مع 2 0 يبقى يساوي كام؟ 20. خلاص 20 ايه ملي، رجعناها بالملي ايه تاني. طب يا مستر ما سبناش ملي ليه؟ لان احنا هنا الحسابات كلها باللتر. خلاص يبقى في الحالة دي هي طلعت لي كام؟ الاختيار اللي هو رقم كام؟ 22. نركز يا جماعة، اسئلة حلوة وجميلة. طيب تعالوا بالنسبة ل 23 نشوف 23 فكرتها، ففكرة حلوة برضو. ها 23 مش هنكتر عليكم، قربنا نخلصها عشان برضو ايه في ناس يعني بيقولوا الفيديوهات بتبقى طويلة وفي ناس طالبين برضو ايه فيديوهات طويلة، يعني برضو في حيرة في كل حاجة. حجم الهيدروجين اللازم لإنتاج 11.2 لتر من بخار المية. يبقى انا عندي هنا بخار المية، بخار المية ووتر فيبر، ها تحول او يعطي قد ايه غاز الهيدروجين. خلاص يبقى الوقت هنا بالنسبة للهيدروجين كغاز، خلاص يبقى جي ونحط ايه الاتنين هنا. يبقى انا عندي هنا 1 مول خلاص من بخار المية بدي 2 مول منين؟ من الغاز. طيب 1 مول هنا بعوض عن المول
بعوض عن المول بالحجوم لو ان هو عاوز الحجم، يبقى 22.4 لتر. خلاص هنا 2 × 22.4 لتر. ما حجم؟ بيقول لي حجم الغاز اللازم لإنتاج 11.2 لتر من بخار المية. يبقى حجم الهيدروجين هنا، يبقى اللي مطلوب حجم الهيدروجين. نعمل ضرب تبادلي، ها كده هنقول حجم الهيدروجين، حجم الهيدروجين هيساوي الحجم مضروب في ايه، خدوا بالكم الايه من المقص ديت او الضرب التبادلي. هنا 2 × 22.4 مضروبة في ايه، في 11.2. خلاص يبقى في الحالة دهيت انا عندي هنا 2 مول وهنا ايه 1 مول. خلاص يبقى في الحالة ديت هنفكر كده وبالراحة، هنقول هنكنسل 22.4 معادي، يبقى هنضرب دي في بعضها. خلاص يبقى تديني 22. يبقى نبص كده على المسألة تاني، طبعا دي في صورة غازية يعني المفروض H2، ركزوا كده معايا عشان برضو كان في ايه جزئية صغيرة كده عايزين نوضحها. يبقى الوقت هنا في صورة ايه مع حجم الهيدروجين اللازم، طبعا طلع لي في الصورة هنا بخارية في صورة ايه غازية. خلاص يبقى هنا هوت عندي 1 مول وهنا ايه 1 مول، يعني دي 22.4 لتر. خلاص ركزوا معايا كده، الكاميرا نعملها الورقة. خلاص يبقى 22.4 نعملها تاني كده بعيد عن اللخبطة ديت. ركزوا معايا هنا ووتر في صورة بخار بيديني H2 في صورة ايه غاز، هو ده الحوار. حجم الهيدروجين اللازم يبقى ده رقم 23 تاني اهو، يبقى حجم الهيدروجين اللازم لانتاج هذا الرقم هنقول 1 مول هنا بيديني ايه 1 مول هنا بالنسبة للهيدروجين. طيب هنوت بالنسبة للمسألة بنقول دي هنشيل المول هنا ونعمل 22.4 لتر، وهنا نفس الكلام 22.4 ايه لتر. هنا هو تعطيني 11.2 لتر، عاوز حجم الهيدروجين، حجم الهيدروجين. يبقى اقول له انه حجم الهيدروجين ضرب التبادل بقى تاني عشان اللخبطة اللي كانت حصلت في الحل. اعمل مقص كده، حجم الهيدروجين هنا 22.4، هنا هو 22.4 مضروبة في مين 11.2، كنسل دي معادي، يبقى تساوي 11.2 لتر، يعني الإجابة هتبقى رقم بي. كان في خطأ صغير ان احنا حطينا الاتنين دي هنا وهو بقى في صورة ايه جزئي، يبقى هنا 1 مول وهنا 1 مول من ايه بخار المية. ده كان اخر حاجة النهاردة في حلقة النهاردة. ان شاء الله اتمنى من ربنا ان نكون فهمنا ونركز في المسائل، لان بصراحة مسائل حلوة وافكارها حلوة. الحلقة القادمة هنحل كمان في الحجوم وعدد افوجادرو، وبإذن الله العامل المحدد عشان الجزء ده بقدر الامكان بناخد مسائل، لان مش هنمسك كل المسائل كلها مع بعضها لانها طويلة، ويعني نفس الافكار اللي احنا ايه قلنا. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، وما تنسوش الاشتراك مرة تانية في قناتنا اللي ما اشتركش، ونضغط على الجرس ونختار الكل، واللي ما عملش لايكات ونعمل كومنتات، نعمل كومنتات ولايكات ونشارك زمايلنا، ويبقى التفاعل حلو شوية احسن من كده عشان نكمل بإذن الله الكيمياء والفيزياء والأحياء بإذن الله. مستر مصطفى رجب يحييكم مدينة دمياط الجديدة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.